شو بالكم على حالكم؟ بقوشة بقوشة، يلا ماما يلا يا بيبي شاطر، يلا في مدرسة، يلا 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 بقوشة، يلا شطور شطور، يلا بطل بطل بطل، يلا 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 يا ماما قوم شطور، يلا 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 في مدرسة، يلا 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 ماما شاطر، قوم اقف، يلا 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 ماما سكول سكول، يلا مدرسة، يلا وقف وقف وقف، يلا الخير، يلا 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 حمودي شطور، صباح الخير وائل، يلا يلا وقف يلا وقف، يلا وائل شاطر، يلا يلا قوم توضى فرش سنانك عشان تصلي، يلا يلا حمودي شطور، يلا 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 شاطر حمودي شاطر، يلا يلا شاطر، يلا سوي سوي، اثنين يلا اثنين هيك، يلا اثنين طبعا اليوم اول يوم مدرسه لوائل وحموده، لبسوا الزيات خلصوا، يلا رش عترك حموده يلا عشان تنشط شطور، يلا شطور خلص، يلا رش وائل عترك، يلا زبط شطور، حط عليها عص، يلا يلا رح جيب المشط، يلا يلا بتمسح، يلا رش الدور، يلا خلص مشت مشت، يلا تمشط لك جدور حمودة، أحلى صار يا عيني يا عيني حمودة، يلا وائل تمشط لك، شاعر وائل يلبس مع المشاعر عشان يلبس جدور حمودة، بطل يلا بس وائل معك، طبعاً أنا طلبت جبنة بيضة عشان أنا كتير بحبها، يلا حط وأنا كمان كتير بحبها، يلا حمودة سوي سندويشتك، يلا يلا شطرين شطرين، أيوه يا عيني عليكم يا عيني، شوف واو، يلا حطها يا عيني، يلا حطها مكانها شطر، يلا خد تفاح، ماما خد، ما بحب التفاح، زاكي زاكي ما بحب التفاح الصبح، طيب رتب لانش بوكس حمودة، تحط خيار، يلا شوفي تحط شطور شطور، يلا خد استنى وراها تحطي خيار، يلا اعطي اعطي، يلا حمودي خد تفاح كمان، يلا شاطر، يلا كيف تحط الاشياء الزاكي، يلا اختار اختار، هذا بس احنا عندنا شيء مش ممنوع، بس اليوم عشان اليوم اول يوم بس، يلا شطور
يلا طبعا احنا لازم ايش نعمل يا اولادي حلوين؟ نحمد الله على نعمه ايش؟ التعليم. ليش؟ لانه في اطفال شو مالهم محرومين هاي من هاي النعمه، صح؟ محرومين اهل غزه، في اطفال محرومين نفسهم انهم يدرسوا، بس ايش مالهم؟ الظروف مش ايش مش سمحت لهم. فاحنا ايش لازم دائما نحكي؟ الحمد لله، ما نزعل لما نصحى الصبح، ما نزعل لما نصحى الصبح او لما ندرس أو لما يكون علينا امتحان، لأنه في ناس أشمالهم مش موجودة عندهم هاي. تذكروا عيد ميلادي؟ هيا جادر حمودة. فإحنا دائما يلا سفرجهم. فإحنا إيش دائما لازم نحكي عن نعمة، على نعمة التعليم؟ الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. شطورين، يلا خذوا هدول عشان تسبحوا فيهم. هاي التسبيحة إلك، شطور. يلا وهاي إلك، تدعو لأهل غزة، شطور. وهاي التسبيحة إلك عشان إيش؟ بأوقات الفراغ شو تعملوا؟ نسبح. هي عيد ميلاد حمودة كان هون، بس في بالون وكا. طيب شطور، لا تنسوا فيديو بيدوروا عليكم كثير. يلا يلا استنوا بدي أجي معكم، استنوا بدي أنزل معكم، لا بدي انزل معكم تحت. يلا استنى شوي. الباص اجا؟ طب يلا انزل شوي 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 شوي. استنى تعالوا يلا اوقفوا هون عشان تدخلوا فيه. يلا تعالوا تعالوا يلا 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 هي اجا اجا الباص. يلا استودعتكم لله، ديروا بالكم على حالكم ماشي؟ ديروا بالكم على حالكم. أهلا بقوشة حمودة، كيف كان يومكم يا حمودة بقوشة؟ كيف كان يومك حمودة؟ حلو؟ وكيف كان يومك؟ حلو. شو عملت؟ شو سويت؟ درست اليوم؟ لا؟ شفت أصدقائك؟ حمودة شو عملت؟ في طالب جديد عنده اسمه ليث. ليث، واو، استحبت أنت وياه ولا لا؟ أنت تكون خلص يومنا.